طيب يعني المنتخب التونسي المنتخب الوحيد اللي حصل على العلامه الكامله في الدور الاول، اوجستين اجوافين بيقدم مردود جيد جدا وطيب، كانت المواجهه بالنسبه له الحاسمه والكي ماتش بالنسبه له في المباراه كانت مواجهه منتخب مصر، وقدر انه يحتفظ بملعبه رومدي اجيا القريب جدا من الحدود النيجيريه اللي بيتواجد فيه جماهير كبيره جدا بتوساندو، وقدر انه يحتفظ بملعب رومدي اجيا اللي تغلب فيه على المنتخب المصري بعد ما تصدر المجموعه وظل في جروه، فراح له المنتخب التونسي اللي احتل المركز الثالث، واللي يمكن الكورونا اثرت عليه شويه، يمكن الانتقادات اللي طالت مودري الكبير اثرت على الفريق، يمكن المستوى والمردود اللي بيقدمه المنتخب التونسي في الفترات الاخيره، وده اللي اتكلمنا عليه في بدايه البطوله، ان المنتخب التونسي ليس المنتخب التونسي كعادته. المنتخب التونسي عنده مشاكل كتير في السكواد، عنده مشاكل كتير في المواجهات، وخليني اقول لك انه حتى على صعيد تاريخيا والمواجهات التاريخيه اللي ما بين نيجيريا وتونس، بنتكلم انه 6 مواجهات ما بين نيجيريا وتونس، فقط مباراة وحيدة قدر المنتخب التونسي ان يفوز فيها خلال الأفكار او خلال كأس الأمم الأفريقية، قدر المنتخب التونسي ان يتغلب على المنتخب النيجيري في بطولة 2004 طبعا. والجدير بالذكر ان طبعا ضيفكم الكريم الكابتن زياد الجزيري اللي كان موجود من شوية معاكم، هو كان من ضمن الجيل اللي قدر يتغلب على المنتخب النيجيري في نسخة 2004 بركلات الجزاء. فمواجهة مهما كان المنتخب النيجيري بيتفوق في كل هذه الارقام، يبقى المنتخب التونسي منتخب كبير، والمباراه في الملعب، يعني الناس اللي بتتكلم ان المباراه محسومه، لا خليني اقول لك انه اي معظم مباريات دور ال 16 المباراه في الملعب فيما يتعلق بمباراه نيجيريا وتونس يعني. طيب خليني اسالك عن مباراه بالنسبه لي منتخب انا بتابعه، وانت طبعا تقربنا اكتر من المستوى اللي بيقدمه من خلال ارقام وشكل فني ولاعبين، منتخب الجابون ومواجهه امام منتخب بوركينا فاسو. انا بالنسبه لي منتخب الجابون من المنتخبات اللي بستمتع جدا بمتابعتها من بدايه البطوله. ممكن بيتعادلوا مش بيحصدوا ال3 نقاط، ولكن على المستوى التهديفي وعلى مستوى الروح وشكلهم كده داخل الملعب يحسسك ان هو منتخب موجود علشان يقدم حاجه. قربنا اكتر من المنتخب ده بالتحديد، هل انا يعني مستمتعه زياده عن اللزوم، ولا فعلا قدموا اوراق اعتماد جيده فيما يخص دور المجموعات؟ طيب المنتخب الجابوني كان قبل بدايه البطوله الناس كلها قالت انه هيواجه صعوبات كبيره، وفي الغالب هيتزايل المجموعه لانه فقد اكبر نجمين سواء لمينا او اوباميانج قبل بدايه البطوله بسبب الاصابه، وخليني اقول لك ان هي ما كانتش الاصابه بس يعني خلينا نقول كما صدر رسميا من الاتحاد الجابوني انها الاصابه يعني. عدم تواجد لمينا واوباميانج خلى الناس كلها تروح انه الشكل مش هيكون زي ما ظهر المنتخب الجابوني. المنتخب الجابوني عمل ايه؟ ما خسرش في الدور الاول، قدر انه يقتنص تعادل متاخر من منتخب غانا، فاز في المباراه الاولى، وقدر انه يتعادل مع المنتخب المغربي القوي. المنتخب المغربي كان عنده بعض الراحات، قدر انه وحيد خليلوزيتش ريح ياسين بونو، ريح رومان سايس، كان عنده بعض الراحات اللي قدر يعملها في المباراه الاخيره، لكن خليني اقول لك على مجموعه من اللاعبين، المجموعه دول بيمثلوا قوام المنتخب الجابوني واللي قدروا ان هم يخلوا له شكل وشكل مميز جدا خاصه على الصعيد الهجومي. عندنا بوبينزا وجيمي الفينا، الثنائي ده تحديدا مع دينيس بوانجا، لكن الثنائي ده هتشوفيه النهارده. جيمي الفينا وبوبينزا، الثنائي ده ثنائي قوي جدا وثنائي خطير جدا، وهو الثنائي اللي عامل حسابه كومو مالو مدرب منتخب بوركينا حتى في تصريحاته عن المباراه قال ان الثلاثي الامامي لمنتخب الجابون بيمثل بالنسبه لنا حذر شديد جدا وهناخد حذرنا منه. خلينا نربط لك كمان منتخب الجابون ان المدير الفني بتاعه باتريس نوبو درب سبق للتدريب في المنتخب، يرتبط شويه يعني بالدوري المصري كده، درب مرتين سواء نادي الاسماعيلي او نادي سموحه. هربط لك برضه منتخب بوركينا بالدوري المصري بشويه حاجات منهم اللعيبه اللي موجوده يعني. منتخب الجابون باتريس نوبو درب سبق للتدريب مع الاسماعيلي ومع سموحه في فترتين سابقتين، وباتريس نوفو هو اللي عامل النقله دي، حول الفريق من فريق النجم الاوحد مع بيير امريك اوباميان لفريق المجموعه او الثلاثي او الرباعي الامامي، هم اللي بيمثلوا الفارق مع فريق الجابون.
هو تيجي بقى المنتخب بوركينا واربطه لك برضه بالمنتخب المصري بالدوري الدوري المصري المصري شويه. يعني عندك ايريك تراوي هو لاعب نادي بيراميدز موجود، لا لم يشترك حتى اللحظه. عندك سعيد السنبوري لاعب نادي الاتحاد السكندري كان عنده اصابه ولم يشترك. اللاعب الثالث اللي الناس كتير ما اتكلمتش عليه هو سيرل بيرل. بيرل كان بيلعب في نادي هنا، بيلعب في نادي الداخليه، ولعب مع الكابتن علاء عبد العال في 2014، وهو صاحب هدف تاكيد صعود بوركينا امام اثيوبيا، هو اللي جاب الجون في المباراه اللي فاتت. سبق ليه لعب في الدوري المصري، لعب موسمين ونص تقريبا وقدم اداء قوي جدا، ودلوقتي موجود في الدوري الفرنسي، واحد من اهم الاوراق في الخط الامامي طبعا مع نجم استون فيلا برتراند تراوري، ومجموعه قويه جدا. منتخب بوركينا منتخب كان متوقع منه يمكن اكتر من كده شويه، اثرت عليه الكوفيد، اثر عليه الكوفيد في مباراه الكاميرون وما قدروش ان هم يقدموا مستوى كبير، لكن منتخب بوركينا برغم ثنائي واتفاقي معاك يا ميرا على المردود اللي بيقدمه المنتخب الجابوني، وان واحد من مفاجات البطوله بالاداء اللي بيقدمه باتريس نوفو مع المجموعه الاماميه اللي اتكلمنا عليها، لكن خليني هرجع لك برضه تاني باك تو بيزكس كده واقول ان منتخب بوركينا عنده حظوظ اعلى شويه من منتخب الجابون النهارده في المباراه، نظرا لعناصر الخبره الكتير جدا في كل الخطوط. هتكلم على ابنه تابسوبا واحد من افضل المدافعين في الدوري الالماني مع باير ليفركوزن، هتكلم على بيرتراند تراوري، حتى هيرفي كوفي الحارس بتاع شارل الروع البلجيكي حارس مميز جدا، واعتقد ان عناصر الخبره اللي موجوده في المنتخب البوركيني قد تتفوق على العناصر اللي موجوده دلوقتي مع المنتخب الجابوني اللي احنا ذكرناه. طيب دكتور، يعني هم طبعا 8 مواجهات، انت كده اتكلمت ما شاء الله على مواجهتين، هنستثنى الباقي واروح للمواجهه الاهم، مواجهه مصر وكوت ديفوار. البعض مركز ومنهم انا شخصيا مركز مع العناصر الهجوميه، لما اتكلم على سبستين هالر هداف دوري ابطال اوروبا والطفره اللي حصلت له لما ساب ويست هام يونايتد وانتقل للدوري الهولندي واياكس، وطبعا هتكلم ايضا على نيكولاس بيبي فرانكيسي، ولكن عايز اخد الموضوع بوجهه نظر مختلفه. خط الدفاع عامل ازاي؟ حراسه المرمى عامله ازاي؟ والافضل لمنتخب مصر هو مباختة المنتخب الإيفواري بالهجوم، ولا ان احنا نكون بنلعب يعني زي دفاع من ورا الكرة كده بمعنى اصح، وننتظر ان احنا نلعب على الهجمات المرتدة؟ وهنا انا عايز اناقش معاك تحديدا الخطوط الدفاعية للمنتخب الإيفواري، لان بطبيعة الحال دايما التركيز بيكون على النجم او اللعيبة اللي بتحط الجولز او الاهداف بشكل عام. طيب خليني اقول لك انه بعض المفاتيح القوه في المنتخب الايفواري هي مفاتيح ضعف في نفس الوقت. هتقول لي ازاي مفاتيح قوه وازاي مفاتيح ضعف؟ هقول لك ان واحد من اهم المفاتيح الهجوميه في الخط الخلفي للمنتخب الايفواري طبعا هو سيرجي اورييه، لكن لما تيجي تبص على الهيت ماب بتاعه سيرجي اورييه وتحركاته وازاي بيقدر يتحرك، سيرجي اورييه عنده مشاكل كتير جدا في الترانزيشن الهجوم الدفاعي، يعني لما بيبقى في الحاله الهجوميه ويجي يرتد الاماكنه تاني ويرجع يرتد تاني، فدي عامله له مشكله في الناحيه اليمين للمنتخب الايفواري، لكن مين يستغلها ومين يشتغل عليها؟ ده ما قدرش يعمله المنتخب الجزائري، والمنتخب الايفواري قدر انه بمنتهى البساطه انه يفوز على المنتخب الجزائري، وكان يقدر يكسب سكور اكتر من كده. ليه؟ لان المنتخب الجزائري ما لعبش على مفاتيح المنتخب الايفواري وركز اكتر على مفاتيحه هو، ودي كانت مشكله. النقطه الثانيه ان المنتخب الايفواري 4-3-3 وبيلعب بنفس الفورميشن او بنفس الشكل اللي احنا بنلعب بيه، لكن بشكل مختلف شويه. ال 4-3-3 اللي بيلعب بيها المنتخب الايفواري بيعتمد بشكل كبير جدا جدا على الثلاثي الامامي، بيعتمد على زياده سيرجيو اورييه، بيعتمد على في خط الوسط على الانطلاقات بتاعه فرانك كيسي انه يعمل الزياده في وسط الملعب. لكن خليني اقول لك انه فرانك كيسي عنده سانجاور بيزيد عنده سيري دي في وسط الملعب، لكن خليني اقول لك انه عندهم مشاكل كتير جدا في الارتداد، عندهم مشاكل كتير جدا في الترانزيشن، نفس المشكله اللي عند سيرجيو اورييه موجوده في وسط الملعب. طب منتخب مصر يلعب ازاي او يشتغل ازاي علشان خاطر يقدر يتغلب على العناصر المهمه دي؟ جدا مهم جدا ان انا اقفل المفاتيح، ما اقدرش ان انا افتح الملعب زي ما المنتخب الجزائري عمل والعب واشتغل في مساحه لعب كبيره جدا، هتصدر لي مشاكل كتير جدا جدا في السرعات، في الترانزيشنز، في التحولات بتاعتهم بقى اللي هم مميزين فيها اللي هي العكسيه، من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه هم عندهم تحولات سريعه جدا جدا. طب تشتغل ازاي؟ مش هنعمل، لا هنعمل الاولانيه ولا هنعمل الثانيه، ده احنا هنفتح الملعب زي منتخب الجزائر، ولا احنا هننزل تحت الكوره ونشتغل لو بلوك ديفنس او دفاع منخفض، احنا هنلعب ميديم بلوك ديفنس، يعني دفاع من وسط الملعب، نحاول نقفل مفاتيح اللعب، نقفل الاطراف بشكل كبير، لان هم لما بييجوا يعملوا الترانزيشن بيشتغلوا على الفلانكس، بيشتغلوا على الاجنحه،
بيجمع اللعب في جنبه ويرجع تاني يشتغل بوست. عندهم الباك كروس، بيعملوا الباك كروس بشكل مميز جدا، بيوصل للاند لاين او نهايه الخط، بعد كده يبتدي يعمل الباك كروس سواء من ناحيه الشمال او من ناحيه اليمين. فده مهم جدا جدا ان انا ابقى بشتغل في مساحه لعب اقل، ابقى مضيق المساحات ما بين الثلاث خطوط، بحاول قدر الامكان وانا بعمل الترانزيشن. ويبقى التشالنج اللي هيبقى عند كارلوس كروش قاصد تماما، كارلوس كروش رغم ان احنا واجهنا له انتقادات شديده جدا في اوقات كتير بسبب لعب اللعيبه في غير اماكنها، وبسبب انه بيعتمد على فورميشن غير مناسبة لينا، لكن خلاص عدينا المرحله دي وخلينا نروح للمميزات. كارلوس كروش عنده مميزات كبيره جدا كجمل دفاعيه بتتنفذ، مع مش متخوف ابدا من كارلوس كروش على الصعيد الدفاعي. كارلوس كروش يقدر يعملها، كارلوس كروش بيقفل الملعب وعنده مجموعات دفاعيه بشكل ممتاز ما بين الثلاثي سواء الظهير الايمن ولاعيب مركز 8 ناحيه اليمين والوايت فورورد او الانسايد السايد وينجر اللي بيلعب من ناحيه اليمين اللي هو محمد صلاح، او ناحيه الشمال لما بيعتمد على ايمن اشرف او فتوح واحد من الاثنين مع عمرو السوليه لو هو اللي هيلعب ناحيه الشمال مع عمر مرموش، ما عنديش ازمه ابدا في المجموعات اللي بتتكون على الاطراف، وان كارلوس كروش يقدر يقفل الاطراف. يبقى للتشالنج مين اللعيب الثالث اللي هيلعب في وسط الملعب؟ هل يعتمد كارلوس كروش على لعيب يقدر يقفل له الملعب بشكل افضل ويقفل له الناحيه اليمين المميزه جدا في منتخب كوتيفوار سواء تواجد فيها ماكسويل كورنيه او تواجد فيها ويلفرد زاها او ايا كان مين اللي هيتواجد فيه اللي هيختاره باتريس بوميل ويلعب حمدي فتحي، ولا يشتغل على الترانزيشن والمجهود البدني بتاع زيزو ويشتغل زيزو ناحيه اليمين مع عمر كمال عبد الواحد؟ خليني اثني على عمر كمال عبد الواحد، لكن من هنا بوجه له رساله انه يبقى يتكير شويه في الترانزيشن لانه بيزيد بشكل مميز جدا، لكن لما بيعمل الترانزيشن العكسي من الهجوم للدفاع عنده مشكله في الترانزيشن في البوزيشننج. انا عذره جدا بسبب الضغط اللي عليه، لكن لازم انه ياخد باله ويركز وهو بيعمل الترانزيشن ان الجبهه دي خطره جدا هيشتغل عليها. قدر المنتخب النيجيري انه يشتغل عليها في مباراتنا الاولى، لكن خليني بلغه الكره اقول ان احنا اتخطفنا عشان ما نتخطفش تاني من نفس المشكله ونفس البوزيشن ونفس المساحات اللي في ظهر الاثنين بتوع ظهر الاثنين الرايت باك والليفت باك بتوعنا. لازم نشتغل على الترانزيشن بشكل دقيق. وتاني هرجع اقول التشالنج الوحيد اللي عند كارلوس كروش المباراه تبقى بدنيه لحد بعيد هيكون مين اللعيب اللي هيلعب ثالث وسط الملعب مع جنب عمرو السوليه؟ مين اللعيب؟ هيكون حمدي فتحي في ناحيه اليمين ولا يشتغل على زيزو فيبقى عنده قدره على الترانزيشن ويحرر محمد صلاح شويه؟